ما يعتبروني أنا مصلاوي، يعتبروني أنا سامرائي. دائما يقولوا لي غير لقبك، كافي مصلاوي، صار لك سنين يمنا، تشتغل ويانا، تاكل تشرب ويانا، داخل ببيوتنا، تنام ببيوتنا. أول ما طلع تعييني في محافظة صلاح الدين، تم توزيع المستشفى سامراء العام. أنا مجموعة من الشباب من خريجين الموصل، حوالي تقريبا 10 ممرضين فنيين، أجرنا سيارة وجينا السامرة. حقيقة الوضع كان جدا متدهور، جدا صعب، بسبب دخول القوات الأمريكية لمدينة سامراء، والمدينة خالية تماما من المدنيين، والوضع متدهور جدا. حاولنا بشتى الوسائل أن ندخل لهذه المدينة، وفي سبيل نقدم خدمتنا، وفي سبيل ندي عملنا واجبنا ونساعد، وضمن ضمن دوامنا، ضمن شغلنا، ضمن كلنا ذني. ودخلنا بوسيلة أخرى لهذه المدينة، يعني حالهم حال الموصل، حالهم حال أهل الموصل، شفته يعني مميزة. ما حسيت نفسي كغريب بهاي المدينة، استقريت بها لأن أجواء حلوة، ناس طيبة، ما شفت أذى منهم الحمد لله والشكر. صار لي حوالي فوق 22 سنة بهاي المدينة، مدينة كلش زينة، مرتاح بياني، وإن شاء الله أقدم لهم الأفضل والأفضل. حقيقة يصيحوني شاكر المصلاوي، ما يعتبروني أنا مصلاوي، يعتبروني أنا سامرائي. دائما يقولوا لي غير لقبك، كافي مصلاوي، صار لك سنين يمنا، تشتغل ويانا، تاكل تشرب ويانا، داخل ببيوتنا، تنام ببيوتنا. يقولوا لي أنت لازم تصير سامرائي، تشيل لقبك. بس أنا أفتخر إني ابن نينة والحد باع، أنا أفتخر سكنت بهاي المدينة وأكلت وشربت بهاي المدينة، وأفتخر يعني إنه صراحة مدينة جبارة. بس يعني الحمد لله والشكر. 2020 تعرفون إنه الوباء انتشر، وباء كورونا اللعين. حاولنا بكل الوسائل أن نخدم أهلنا وناسنا، فتحنا ردة عزل، وكنت أحد الممرضين اللي أقوم واجبي على أتمم وجه، أنا ودكتور ليث عفيف والممرض صباح وممرضات كفؤات وأطباء مقيمين. طبعا قدمنا خدمة. منذ الأحداث التي جرت على هذه المدينة، أحداث دامية، أحداث صعبة، من خلال عملي كممرض قمت بإسعاف الكثير من الجرحى من المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ والعسكريين والمدنيين، ونقلناهم لمستشفى سامراء للتلقي العلاج.